طلاب، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. حقيقة ما عندنا مواضيع جديدة راح ناخذها، لكن نحن مطلوب من عندنا ندخل المحاضرة حسب الجدول، ف يعني خلي تكون أوقات اللي عندنا محاضرات بها مفتوحة لكم، إذا تحتاجون شيء تسألون بشكل مباشر ويسمعون بقية الطلبة إذا كنتوا تحتاجون. طيب، عموما المادة مالتنا هي ما كلش كثيرة، مثل ما قلت أي وقت تصير وقت محاضرتنا راح تكون مفتوحة، الطالب اللي عنده سؤال استفسار عندكم المنهج تقريبا، حتى جوا إيدكم ممكن تشوفون الأسئلة البينو، ممكن نتناقش بأي سؤال يخطر في بالكم عنه. نبين معكم. اي قول. بالنسبة للسؤال العملي مع قيمة الـ VX 2.5 فولت أول قيمة بالجدول، نعم، يعني نظرياً عشان نحسبها، هي الترانزستور الأول حيكون open circuit والمصدر الانبوت صفر، يعني عشان طلعت 2.5 فولت. أنا أقول لك، أنا طبعاً هاي تجربة عملية أنا سويتها ومرتين سويتها، مرة طلعت عندي 2.5 فعلاً ومرة ما طلعت، طلعت صفر. تحليلي كان لها أنه هو عادةً إحنا بالعملي ما عندنا الأمور مثالية، يعني عندنا من نقول open هي مقاومة كلش عالية، فمتى ما كان الترانزستورين اثنيناتهم off معناها قيمتهم اثنيناتهم قريبة من بعض لكن كلش كبيرة، وبالتالي تحصل على 2.5 باعتبار أنه عندك مقاومتين تقريبا ذات قيمة كبيرة وقريبة من بعض تقريبا، خلينا نقول متساوية، طلعت عندي 2.5. هذه يعني حسابات عملية ما بكيفي أنا يعني، بس مجرد أنه نفذتوها للدائرة وأخذت حساباتها، فممكن يكون هذا التفسير، لأنه الأمور من تقول مثاليات تقول open، لكن هي بالحقيقة اللي يظهر ما بين طرف الكوليكتر والإميتر هي مقاومة متغيرة تبعا للتيار اللي مار بالبيس. إذا ماكو تيار يعتبر مقاومة كلش عالية، نحن نأخذها بالنظر نقول open. عادة من تأخذها مثلا دوائر موجودة عندك RC فقط مع الترانستر، فعادة من يكون عندك المقاومة ما بين الكوليكتر والإيميتر كلش عالية راح تشوف الفولتية هي 5، لأنه قيمة RC معدل مثلا بالكيلو، يجوز المقاومة اللي تظهر على أطراف الكوليكتر والإيميتر تصل للجيجا أو أكثر، عادة من يكون IB قيمته 0. تمام استاذ، يعني بهاي الحالة إذا نزيد عدد الترانزستورات التوالي يعني راح تصير هي فولتية الـ VCC تقسيم عددهم؟ أقول لك هاي عملياً أنا جربتوها أكثر من مرة، مرة طلعت عندي 2.5، ولهذا أنا فسرتوها بهذا التفسير، والبقية المرات من تكون لأن الترانسترات اللي نشدها صح أنه هي نفس الترانسترات، لكن بالجانب العملي إلا شوية أكو فرق بيناتهم، يعني حتى إحنا شايفين من قمنا نقيس البيتا للترانسترات من نفس النوع، مرة تطلع واحدة البيتا مالتها مثلاً 160، اللي تطلع 150، اللي تطلع 165، فعملية أنه تكون الترانسترات مثالية عملياً صعبة جداً، نظرياً ممكن، فنظرياً لو نحلل المسألة نقدر نعتبرها أنه لو الترانسترات كلهن بحالة أوف فكلهن ذات مقاومة متساوية ما بين الكوليكتر والإيميتر وكبيرة كلش، فممكن نقول الفولتية تقسم عليهم. بس إحنا من أخذنا الدائرة كان عندنا V out وعندنا VX. ال V out كانت تمثل الفولتية على الترانسترين لأنه مسيرز نسبة للأرضي، وال VX كانت تمثل فولتية الترانستر الأسفل اللي هو VCE، معناها ال V out كانت ال VCE 1 plus زائدا VCE 2. بعض الطلاب كنتوا قبل تطالبوني انه ادز فيديو للمحاضرات، انا ما دزيت لكل المحاضرات فيديو، فمبين انتم ما متواصلين حتى بالماده، يعني توقفنا، بس
كثير مرات من طالبون بفيديو وندزوا ما تهتمون بالميتينج والشرح المباشر للمحاضرة. يقول لك أنا عندي الفيديو راح أراجعه يوم الامتحان. أستاذ السؤال العملي سؤال اسمه الدائرة الثانية شو يطلع الخرج مالتها؟ والله أنا ما أذكر بس يعني اللي أذكر اثنيناتهم نور. يعني نور؟ يعني هي الدائرة من تجي ترسمها هي هو أسهل سؤال يعتبر هذا. الدائرة قدام عينك بس راح تأخذ الربط وترسمه. فعلى ما أذكر الدائرتين نور. واحدة بأربع إدخالات واحدة كانت بإدخالين. تمام أستاذ. أنا كتبت الدائرة أم الأستاذ دائرتين نور مربوطين بمخرج واحد كتبت تطلع أور. يعني ما أعرف شو أقول لك. الامتحان الإلكتروني من تكون الإجابة نتيجة يعني بس بالنتيجة صعب تنطي هنت للطالب إنه هو إيمتى غلط. بس السؤال الثاني بالحق الطالب ما يغلط به لأنه ما بي أي مجال الغلط إذا كان الطالب منتبه ويشيك الربط بشكل صحيح. تمام؟ تمام. يعني حتى بالامتحان العملي إذا كان حضوري والطالب ربط راح نجي نشيك ما راح نخليه كمان راح نقول له أنت عندك غلط. لكن الصحيح إنه إحنا أصلاً إذا ما يعرف يربط نتركه ونقول له ربطك ما صحيح أو نقول له نفذ وما راح يطلع عنده النتيجة صحيحة فما راح يأخذ أي درجة كان. بس لأنه إحنا ما نريد لا الطالب ينظر فكنا دائما نخليه نعطيه محاولة محاولتين نجي نقول له غلط أكو خطأ أكو خطأ من أجل أنه يحاول يتأكد من دائرته. لكن طالب مرحلة ثالثة بالحق ما يغلط بالربط خاصة أنه الدوائر ما عندنا كومبليكس ما معقدة دوائر بسيطة تعتبر. تمام أستاذ. وآخر شيء أخذنا عن طريق المحاضرة الإلكترونية تجربة خلينا نقول الأوسيليتر رينج أوسيليتر شفناها. وطبعا يمكن أنا طلبت منكم فد شيء واجب عليها ما وصلني شيء أعتقد اللي أذكره هذا أنه كان عندنا ما دائرتين واحدة مكونة من 7 مراحل والثانية كانت من 5 مراحل رينج إنفرتر واللي ظهر على الأوسيلوسكوب إنه تعطينا بولس إشارة بولس 0101 وتردد معين بإمكاننا إنه نحسب الديلي تايم اللي يمثل فرق التي بالنسبة للدائرتين ولأنه عندنا ما بين الدائرتين مرحلتين فرق فالفرق يقسم على 2 يطلع الديلي تايم لمرحلة واحدة. وكان عندنا سؤال آخر قلنا إنه ربطنا 3 لوجيك إنفرتر سيريز as ring بس ما اشتغلت عندنا الدائرة. كان ممكن إنه الطالب يعني يحاول يفهم ليش ما تشتغل بملاحظة الإشارة اللي تظهر على الأسكوب في 5 مراحل والسبع مراحل. أكو سؤال هم طالب من الطلاب سأل قال ليش ما تكون عدد المراحل زوجي. طبعا هي المسألة واضحة جدا انه احنا نعتمد عليها انه تكون فردي من باب انه اخر مرحلة راح يكون اخراجها عكس الادخال للمرحلة الاولى تقلب عمل الدائرة وتبدأ تشتغل كأوسيليتر. اذا خليناها زوجي راح تستقر كل مرحلة على قيمة معينة اما 1 or 0 ما تغير الحالة. مبدئيا المادة يعني كمواضيع احنا اخذناها لكن الريفرنس مالنا هو معتمد يعني ما بيه من اسئلة وما بيه من امثلة ضمن المادة اللي اخذناها تعتبر مطلوبة من الطلاب بالحق ما بس يعتمد على المحاضرة. طيب بالنسبة للمادة مالنا النظرية احنا نعرف المواضيع اللي اخذناها ما راح نتجاوزها وأنا بلغتكم أنه الكتاب المنهجي هو مطلوب من عندكم إذا بأمثلة بأسئلة فلا تعتمدون بس على المادة اللي إحنا أعطيناها كمحاضرات.
تمام استاذ. ما عندكم سؤال شيء تحتاجون شيء؟ الله يسأل، ما أظن يسألون شيء. خلاص استاذ. نعم استاذ، اذا الامتحان العملي راح يكون حضوري، احنا ما لازم يعني قبل فتره مراجعه يعني نجي للمختبر؟ يا انا جاي قالوا تحتاج مراجعة، فممكن يعني تتفقون ويا المقرر إنه يحدد يوم المختبر، جون يوم المختبر عادي تراجعون، ما عندي مشكلة يعني. بس بالحق استاذ، لأنه آخر تجربة يعني مدعين. آخر تجربة اللي أخذناها إلكتروني ما يعني ما كانت واضحة بشكل كامل. ما عندي مشكلة من ناحية المراجعة يعني، بالحق قسم وفر لكم يوم مراجعة دي. وعموما يعني حاول تكون الاربعاء الجاي اذا هم ان تفتح لكم المختبر، اذا سير مدر مهم يعني تفتح المختبر، بس الاقل يكون يعني يراجع، ممكن يكون جاي اللي هو كان يعتبره يوم امتحان، هذا ما كان إذا يصير ما حددوا وقت فما نعرف هل راح تكون بعد الامتحانات النظرية أصلا. بالحق كان انطونا موعد فما انطونا يعني ما في التعليمات شيء. يكون يوم من اليوم خارج طبعا حددين يعني ما بس قال لاحقا تعلقت المسألة. الله بين الانترنت، لكن بالنسبة للمراجعة يعني أفضل شيء تكون إذا أتبعوني أحد رسالة لأنه ما أتبعون بين تصاريف تسمعوني. والله استاذ الصوت كلش ضعيف يعني، نسمع كلمة كلمتين والبقية يروح الصوت. مبدئيا راح الاتفاق من المرجع حاول تتفقون يوم يكون مراجع أفضل يوم مادة مختبر تكون مرجعكم. طلاب أنا ما عندي شوية أكون وراء يعني قم المقرر لما تسمع جاعدكم جوز ما عاد تسمعني هسه.
الثاني ما عندي شيء يعني.